جنود قفال في التنظيم ديال هذا اللقاء هذا. كنشكروا السيد المندوب على الاستضافه ديالو، وكنشكركم حتى نتوما على الوقت اللي جيتو عندنا، حيت الصراحه ماشي سهل الانسان يسمح بالشغل ديالو والخدمه ديالو ويجي يجلس الا ولا كان عنده واحد الاهتمام وعنده واحد الغرض الصراحه بهذا المشروع. كنشكروا الاخوان ديال القصر، ونتمنى ان شاء الله اللقاء اللي ما يجي يكون عندهم، لان قال لك هذه علاش ما يجيش عندنا القصر ان شاء الله. قلنا له ان شاء الله بحب هذه غير فهمتي، هذه غير البدايه كما قال السي بشير حتى للاخر. طبعا انا غادي نعطي واحد ديجا اسم محمد سعيد عطى واحد النبذة مختصر على المشروع كيفاش غادي يكون المراحل ديالو. انا غنحاول نزيد عندي اكثر ديال التفاصيل، والاخوان داك الساعه اذا كان عندهم شي اسئله ولا شي حاجه تفضلوا. مشكورين اللي عنده شي اسئله في المشروع يتفضل باش يعطيكم شنو ان شاء الله. غنكمل واحد العرض بسيط الساعه فهمتي، هذيك الساعه ما كرهناش نحطوا هذا التفعيل ديال البرنامج. هو الجمعيه ديال النهضه، الجمعية مؤسسة المنظمة الإسبانية ديال هنايا غنشوفو غير السياق ديال المشروع كيفاش جاي، كيفاش الاختيار ديالو، كيفاش كان يعني ما جاش بحال هكاك، لأن أنا أصلا يعني المغرب تبنى واحد الاستراتيجية هي أنه هنا من 2030 سنرفعو من السقف ديال الإنتاج ديال الطاقات المتجددة 52%. هنايا يعني ملي كان التأسيس ديالو والتفكير في هذا المشروع هذا جا في هذا السياق ديال الاستراتيجية الوطنية ديال الطاقات المتجددة وديال النزاع الطبيعي. وبالنسبة يعني المشروع ما كانش يعني هو مشروع أولي، يعني سبقوا بزاف ديال المشاريع كانوا هنا في طنجة. زمنا عندنا واحد المشروع كان ممول تا هو من شراكة مع واحد التعاونية إسبانية سميتها أزيبيد، بدا في غرفه ديال التجاره والصناعه بطنجه، داروا حملات تاسيسيه، كانت المشاريع ديال الانستالاسيون فوتوفولتايك في الشاول، كانوا في هنايا في لافاك في الكليه ديال العلوم الشرعيه في طنجه. يعني هذا المشروع هذا تم واحد مجموعه ديال المشاريع، يعني بحال واحد القطار، واحد العرب القطار اللي باقي ان شاء الله غادي يمشي. والهدف الاساسي يعني هذا المشروع هذا هو الادماج ديال الشباب يعني في سوق الشغل. طبعا يعني المشروع كيستهدف الجهات اللي جا يعني هو يعني البتان ديالو ولا العنوان ديالو هو انه يكون يعني فعال مدمج، يعني فعال بالنسبه للكفاءه ديالو بالنسبه يعني التكوينات اللي غادي يكونوا فيه. بالنسبة للإدماج خصو يجي جامع، لأنه مثلا كيجمع الجهات ديال فهمتي المدن أربعة ديال الجهات ديال طنجة ديال الباسيمة، غادي يكون في العرايش في تطوان في الباسيمة في كوزر. واللقاء مع الإخوان وغيكون فيه حتى اختيار ديال المشاركين، داكشي علاش فرقنا عليكم داك الاستمارات. من تما غادي ندوزو للتكوينات اللي غادي يكون، التكوينات التطبيقية غادي يكونوا في مجال ديال الطاقات المتجددة، غادي يكونوا في الفوتوفولتايك سورتو في لانجيكسيون دو ريزو، وغادي يكونوا في بومباج سولير، غادي يكونوا التكوينات اللي هي نظرية، غتكون تقريبا واحد 80 ساعة 40 ساعة ديال التكوينات النظرية، و 40 ساعة ديال التكوينات التطبيقية في الفوتوفولتايك، وغادي يكونوا تكوين في البومباج سولير، تاخد يعني الطاقة الشمسية، غيكونوا حتى هما يعني 40 ساعة ديال التكوين النظري، و 40 ساعة ديال التكوين التطبيقي. يعني غادي يكون ديزانستالاسيون غيال، وان شاء الله غادي يكون مشروع زعما كما توقعنا غادي يكون واحد النجاح يعني كبير. زايد على انه التكوينات اللي هي التطبيقيه، يعني غيكون التكوينات في المجال ديال المهارات، يعني وقت المهارات اللينه ولا المهارات ديال الالقاء، كيفاش الانسان يتلاقى مع كليان، كيفاش يقنعوا بهذه الطاقات المتجدده، شنو هما الناس يعني كيفاش تحاول انت مثلا يجي عندك واحد الكليه، كيفاش تقلعوا هذه الطاقه المتجدده، تلقى المسائل اللي غتتجاكم انت في الخدمه ديالك. غادي يكون بالنسبه للمرحله الرابعه غادي يكون التحسيس بالاهميه ديال المقاوله، تشجيع المقاولات، غادي يكون تقريبا واحد 20 مقاوله اللي غتنشا، غادي يكون جوج ديال التعاونيات، واحد التعاونيه غادي تكون في العرايش ديال بومبا سولار. ملي كنقول عرايش يعني العرايش والقصر، وغتكون واحد التعاونيه في الباسيمة. بالنسبة للهدف النهائي اللي كنطمحوا له في هذا المشروع هذا هو التكوين ديال واحد 100 شاب، يعني دخل فيه الشباب، يعني كنقول شباب يعني كنقول حتى الفئة النسوية في المجال ديال الطاقة الشمسية والفوتوفولتايك وفي السولار. يعني هذا هو اللي في الختام ديال هذا المشروع هذا كنكونوا كنا واحد 100 شاب
يعني سبحان الله يكون كاليفي سيرتيفي على ريكومونديزاستاسيون اللي هما سيني يعني دي ديبلوم اللي سيرتيفي ديال ليطا في المجال ديال الطاقه المنتجه ديال الفوتوفولتايك ديال بومباشون. خلال هذا التكوينات اللي غادي يكونوا غادي يكونوا لقاءات ديال التوعيه وتخصيص الاهميه ديال الطاقه المتجدده والمجاعه الطاقيه، لان التوعيه هي الاساس. انا اذا ما كانش عارف واعي مثلا بالمساله هذه ما غاديش يقدر